تتبعي قناه فاس بريس، مرحبا بكم في اللقاء الخاص اللي ناقشوا فيه القرار الاخير تاع حكومه اخنوش ومتعلق بمنع ذبح العجلات اللي تنقولوا لهم العجلات باللغه الدارجه، والانعكاسات ديالو السلبيه على تزويد السوق باللحوم الحمراء. واش هذا القرار هذا غادي يخفف ولو نسبيا ازمه الحليب؟ من اجل مناقشه هذه القضيه ديالنا نستضيف السي محمد جبلي، رئيس جمعيه منتجي اللحوم الحمراء بجهه الدار البيضاء ستات. سي محمد جبلي مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا. سي محمد جبلي، الحكومة اتخذت واحد القرار اعتبره مجموعة من المهنية تاع قطاع اللحوم ومفاجئ، هو منع تاع العجلات الذبح اللي العمر ديالها اقل من اربع سنوات. كيفاش هما شفتوا هذا القرار هذا؟ هو قرار متسرع وقرار ربما عشوائي. بين عشية وضحاها كيجي قرار كيقول بانه ممنوع ذبح العجلات. هاد العجلات شنو هما هاد العجلات؟ حنا المغرب في المخطط المغربي الاخضر دار واحد القرار باش نبداو نديروا واحد النوع ديال العجول عبر التلقيح الاصطناعي اللي هي عجول ديال لحميه. هاد العجوله ولا عجلات، يعني ملي كنلقحوا البقره ما كنعرفوش واش تولينا واش عجل ولا عجله. هاد النوع اللي هو اللي مشات فيه الجمعيه الوطنيه منتجي اللحوم الحمراء هو ديال البلون بلو بيتش والشارولي والليموزان. خدموا الناس بهاد لي راس، هاد اللي راس كلهم لحمية لا علاقة لها بالحليب ولا علاقة لها حتى بالولد، يعني حتى بالنسبة للعجلة مثلا ملي كنقولوا عجلة بلجيكية باش تولد لينا راه ما غاديش تنتج لينا، ما غاديش تعطينا شي انتاج، لان هي اصلا ما فيهاش الحليب. حتى هذاك الولد ديالها ملي غيكون ما غاديش. جا القرار وقف لنا الذبح ديال هاد العجول او لهاد العجلات. هاد الناس اللي عندهم هاد العجلات كانوا كيسمنوا فيهم، كاين اللي مصير على العجلة 7000 درهم 8000 درهم غير عرف، نظرا للغلاء ديال العلف راه معروف العلف فين وصل. كتجي كتقول ليه لا ما تذبحش هاد العجله، عجله شاريها مثلا مليون، مثلا مليون و300 ولا مليون و400 مصير عليها 7000 درهم طالعه عليه مثلا بجوج المليون. كتجي دابا كتقول ليه ما تذبحهاش، اش غيدير لهاد العجله؟ شو غدير لهاد العجله في نظرك؟ ما كاينش، ما عندها حتى شي حل. هاد العجله الاساس والاصل ديالها خصها تمشي تذبح. اذا انت بالنسبه لك بان هذا القرار ما غاديش يساهم في هذاك التزويت تاع السوق بالحليب اللي كاين ازمه الحليب؟ لا ما غاديش يساهم، لان العجله، لان هاد العجلات اللي منعوا من الذبح لا علاقه لهم بالحليب. ولكن علاش تمنعوا من الذبح؟ علاش؟ باش كيقول لك باش هما يعطونا انتاج، انتاج ديال العجول. ما يمكنش عجله بلجيكيه غتعطينا عجل، عجله بلجيكيه كاين اللي عنده عجلات بلجيكيات اللي كنسميهم حنا الاو يعني الطب، راه كيولدوا بالسيزاريان، ما عندناش طبه بزاف اللي كيديروا السيزاريان. يعني ما غاديش يمكن. هاد العجله هادي راه غير منتجه، الاصل ديالها هو الباطوار. جينا عاوتاني اش وقع؟ اللحم اصلا غالي، حنا قلنا غندبحوا غنحبسوا العجله باش نعاونوا باش يكون العجل باش يرخص لينا اللحم. كنجيو دابا كنلقاو بان اللحم غلى، لانه مثلا كنلقاو 50% ديال هاد العجلات اللي كتذبح عندنا 50% عجل و 50% عجله. ملي كنجيو للمجازر ديال الدار البيضاء راه كنلقاو 50% اناث و 50% ذكور اللي كتذبح. جينا حبسنا العجله اشنو غيوقع؟ مباشره غيطلع، غادي يطلع الثمن. اذا هادشي غينعكس على الثمن تاع اللحم في المغرب. حنا اليوم والبارح نهار الجمعه نهار الاحد واليوم الثلاث طلع الثمن في الباطوار. شحال تقريبا في الباطوار دابا كاين الثمن؟ والباطوار ما بين 77 حتى 80 درهم اللي كاينه جمله. يعني بالنسبه للقصيد التخصيص يكون واحد 100 درهم في المحلات بحال هكا. في المحلات الراقيه راه يفوت 100 درهم، فايت 100 درهم، وفي المحلات الشعبيه راه ولا على واحد 85 90 درهم. يعني علما ان السعر تاع اللحم ما كانش زاد هذه مده طويله، دابا غيضاف حتى ولا الموجه تاع الاسعار. هذا المشكل ديال حبس العجلات غيزيد في ارتفاع ديال الاثمان ديال اللحم، لان ما عندناش الاكتفاء الذاتي في العجل. العجل قليل، كنهرسوا بالعجله. هذيك العجله اللي كنذبحوا راه حنا ما كنذبحوش العجله الهولشتاين اللي هي الاصل ديالها الحليب، راه كنذبحوا العجله اللي هي بلجيكيه ولا ليموزان، لان حتى حنايا راه كنذبحوا العجله اللي هي لحميه ديال اللحم. راه ما يمكنش عجله هولشتاين ما ياخذها عندك حتى واحد، انا راه حيت هي فيها غا العظام، راه ما فيهاش اللحم. هي اصلا راه ديال الحليب، يعني راه واخا ذبحها كاع بغيتي تذبحها انت في الباطوار راه ما يشري عندك حتى شي جزار. الجزار كيدوا عجلات اللي هما ديال اللحم، عجلات ليموزين بلون، الاغلبيه فيهم بلون بلو بيرج بلجيكيات هما اللي كيديو. يعني قبل من الانطلاق تاع المخطط الخضر اللي دابا تصرفت عليه واحد المراير تاع الدراهم، كان الحديث ان ما بقاش عندنا المشكل تاع اللحوم، حنا غادي نصدروا اللحوم، الانتاج تاع الحليب غيكون عندنا مفرق. ولكن هاد السنوات مرات حنا تلقاو راسنا تنعانيو حنا من ازمه اللحيه الحليب اللحوم، شنو فين كاين المشكل؟ هادشي عنده خلفيات، يعني هادشي عنده خلفيات قدام.
هو المخطط ديال المغرب الاخضر. مخطط المغرب الاخضر كيقول بانه راه حنايا من بعد الانتهاء ديالو راه غادي نكون عندنا واحد الاكتفاء الذاتي في اللحوم، وممكن غنبداو نصدروا اللحوم، نبداو نصدروا حتى العجول لافريك ولا حتى لوروب، وفائده بينا نتفاجئ وغيكون عندنا الحليب، وربما غادي نجففوا حتى الحليب. فاذا بينا كنلقاو روسنا حاليا ما عندناش اكتفاء ذاتي، واحلين حنايا فتحنا الباب باش ندخلوا العجل من برا باش يدخل عندنا اللحم العجل باش نذبحوه حتى هو هنا. فاذا بينا عاوتاني كنلقاو بان السوق الدولي كله غلق، راه واخا كاع مثلا حلينا العجل السمين باش يدخل راه ما غاديش، راه برا راه غالي فيها اصلا، كاين العلف حتى هو مرتفع الثمن، العلف غالي برا والعجل غالي. هذاك العجل مثلا اللي كان بواحد الثمن طيح واحد الوقت، دابا حتى هو غلى. الا مشينا اسبانيا ولا فرنسا ولا هاد الدول اللي عندنا معاهم شراكات راه غلى عندهم اللحم. اذا المشكل وكنجيو قلقوا انا تفرضت عليا 20% ديال التيفيا، هذيك 20% ديال التيفيا راه غادي تزيد عليها 10 دراهم في الكيلو، راه ما يمكنش. اذا انت الا بغيتينا اللحم شويه يرخص ينقص شويه في السوق، راه على الاقل ملي حلينا هذاك الباب ديال هذوك العجول السمان اللي هو واحد سميتو مستعجل، يعني بغينا ندير واحد الاصلاح مستعجل، بغينا نصلحو استعجالي، ولكن هذا الاصلاح الاستعجالي ما غايدير لنا حتى حاجه. كما مجرد كاين 20% ديال التيفيا تزاد 10 دراهم في الكيلو في اللحم، يعني تاع القرات على السيره تاع اللحوم من برا ما غاديش يحل المشكل. غير حتى هو غير مجدي وغيعطي الثلاثه. بالنسبه لكم انتم يعني منتجين تاع اللحوم الحمراء وتتساهموا في هذا امين في هذا القطاع هذا ومستثمرين فيه، اشنو هو الحل بالنسبه لكم؟ الحل الإعادة ديال الجدول ديال هاد الشيء، كل شيء اللي دار هاد المخطط، بما أنه إحنا دابا جينا بمخطط آخر جديد اللي هو مخطط الجيل الأخضر، خصنا نعرفوا المخطط أشنو فيه، أشنو دارت الوزارة في هاد المخطط، وعاد يمكن لنا نناقشوا واش كاينين حلول، واش هاد المخطط ديال الجيل الأخضر فيه حوايج اللي غادي يعاونوا الفلاح ولا لا. وعارفين أنتم هاد المحاور الكبرى تاع الجيل الأخضر؟ حاليا ما عارفينهاش بالضبط، يعني كلها الشنطه، لان دابا الدوله عندها محاور واحد، الحكومه عندها محاور واحد اللي هي الفيدراليه المهنيه لمنتجي اللحوم الحمراء، هي اللي كتناقش معها وهي اللي كدوي معها. حنا ما كي حنا نتوما حاولتوش تفتحوا حوار مع الحكومه فطلبتوا لقاءات؟ ما تجاوبش معك ولا طلب لقاء حتى واحد من يجاوبك، كيقول لك عندي محاور واحد اللي هو الفيدراليه، ما نقدرش نجاوب معها، ما تجاوب مع حتى واحد. يعني كحنا عندنا كتنسيقيه، درنا واحد التنسيقيه يعني فيها جمعيات كثار وتعاونيات، وراسنا الحكومه وراسنا الفيدراليه الروسهم اللي هما يا خاصين ديال الكسابه ما كيجاوبوش، ما يجاوبوكش وما قابلينكش تدخل معاهم. يعني انت كدرنا التنسيقيه جمعنا فيها تقريبا واحد العدد كبير ديال المنتجين، لا ديال الحليب ولا ديال اللحوم. شحال تقريبا واحد في هذه التنسيقيه؟ كبيره، جمعيه كبيره فيها جمعيه، وهذه التنسيقيه يعني نقدر نقول لك بانها حتى وطنيه، يعني فيها حتى الجهات، يعني كاينه جهات بني ملال، كاينه جهات مراكش، كاينه جهات ديال الدكاله، يعني كلهم دخلوا هاد الناس ودرنا واحد التنسيقيه، قلنا باش نكونوا كبار. وراسلنا الوزاره ما جاوبتناش، مشينا درنا وقفه احتجاجيه قدام الوزاره، حبسونا ما خليناش نديروها، مشينا كنراسلوا الفيدراليات ما كيجاوبوناش، عطيناهم درنا كتاب وجدناه مخطط كيفاش اشنو باش ننجحوا هاد سميتو، حتى واحد ما تجاوب معنا. سي جبلي شكرا جزيلا على التوضيحات، متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.